بداياتي كانت في سنة 1999 لما والدة الله يحفظها بدأت تشوف يعني اهتمامي لهذه الرياضة. فذيك السنة قررت أنها تأخذنا إلى نادي صيد فروسية أنا وأخوي، وبدينا المشوار من ذيك السنة. من ذاك اليوم إلى هذا اليوم وإحنا مستمرين في هذه الرياضة. في البداية ابتديناها كهواية، يعني حبينا الرياضة، حبينا المخلوق نفسه اللي هو الحصان. صار عندنا اهتمام، بديت أروح حصصي تدريب بشكل يومي إلى أن أصبحت جزء من عملي، جزء من حياتي، احترافياً صارت جزء من احترافيتي في هذا المجال. 1999 كانت الانطلاقة. في سنة 2003 كانت أول مشاركة لي محلياً في البطولات المحلية في رياضة قفز الحواجز إلى سنة 2005. سنة 2005 كانت أول مرحلة، يعني خلنا نسميها مرحلة احترافية، هي في تمثيلي، في كنت ممثل لاتحاد شرطة رياضي في أول بطولة دولية لي خارج الكويت. ولله الحمد كانت يعني بداية، الحمد لله كانت الله سهلها علينا وتوفقنا في بعض المراكز. ومن بعدها ابتديت أني أمثل دولة الكويت ولله الحمد في كذا محفل دولي أوروبي وخليجي وبعض البطولات الدولية اللي حصلت داخل الكويت. إلى سنة 2008 هني صارت مرحلة جديدة هم في عالم الفروسية بالنسبة لي، اللي هي مباشرتي أو كوني حصلت على أني أكون مدرب فروسية في ذيك السنة إلى سنة 2018. خلال هذه الفترة يعني الحمد لله شاركنا في العديد من البطولات المحلية ودولية، يعني ساهمت في تدريب عديد من الفرسان، أقمنا معسكرات خارجية في أوروبا من ضمنها بطولات دولية. وآخر شيء حصل، يعني آخر شيء وصلت له هو سنة 2019 حصولي على إدارة أو تعييني كمدير نادي الفروسية الرياضي اللي انشهر مؤخرا في سنة 2018. طبعا شرف لي أني تعييني في هذا المنصب، يعني كوني مهتم في هذا المجال. حاولنا أنا والعديد من الشباب أن نأسس خلال السنة اللي فاتت أن نحط طاقاتنا ونحط اهتمامنا في هذه الرياضة، بتطوير بطولاتها، بتطوير قوانينها. فاليوم لما حصلت على هذه الإمكانية أن يكون جزء كإداري في هذه الرياضة ساعدني، ويعني ساعدني كثير أن نحط اهتمامنا أكثر ونساعد في تطوير هذه الرياضة ولله الحمد. طموحنا كثير كبير في هذه الرياضة، يعني احنا ابتدينا نفس ما ذكرت ابتدينا كهواة، لما تعمقنا في هذه الرياضة ابتدينا كمحترفين واحترافيين. طموحنا طبعا البطولات الكبيرة العالمية في رياضة قفز الحواجز، سواء كانت من أسياد آسيا إلى انطلاقة أولمبيات أو يعني البطولات العالمية الدولية اللي بطولة الأمم، كأس الأمم. هذه طموحنا كفرسان. ولله الحمد يعني حققنا بطولات دولية كثيرة، ولكن هذا الطموح كبير يحتاج طبعا دعم حكومي لهذه الانطلاقة أو لهذا المستوى. واحنا اليوم في مؤخرا تم إشهار اتحاد فروسية كويتي المرة الأولى في تاريخ الكويت، يعني مع إدارة كلنا يعني متفائلين فيها ولله الحمد. فإن شاء الله أنه يعني بالنسبة سواء كانت لي أو لإخواني الفرسان نشوف أن هذه تكون انطلاقة، يعني نشوف في تفاؤل الوصول للبطولات العالمية في المستوى اللي نطمح له كفروسية كويتية. الصعوبات اللي واجهناها يعني هي لو بذكر شغله، ان احنا الرياضه الوحيده اللي تختلف طبعا لها طابع غير عن باقي الرياضات.
احنا الرياضه الوحيده اللي اولمبيه الوحيده في العالم والرياضه الوحيده في العالم اللي اكرم سامي يدخل فيها الحصان او الحيوان في هذا كون رياضي، يدخل الرياضه الوحيده اللي يدخل فيها طابع غير يعني غير البشر في هذه الرياضه. فتعامل مع الحصان وان خاصه من قلت قفز حواجز، تبي تخلي الحصان يقفز، تبي تخلي الحصان يقفز اليوم مزاجه يعني لما تأهله حق البطولة والدربة طول الأسبوع عشان تدخل حق بطولة مدتها تقريبا دقيقة أو نص دقيقة، تحدي جدا صعب، لأن أنت الحين قاعد تطلع الحصان من محيط ما هو مجاله إلى رياضة ومنافسة وأجواء وأعصاب، ولازم يقفز ولازم ما يطيح ولازم تفهمه، والإحساس يلعب دور، التوازن يلعب دور، فعوامل كثيرة كانت تواجهنا كصعوبات. ولكن لما يصير في الماتش بين الفارس والحصان، لما يصيد خلينا نقول نقطة الالتقاء بين الاثنين في التفاهم، راح تشوف هنا عاد سرعة الإنجازات تحصل. ونفس الشيء هم ومع الوقت لما تشوف ان سرعة الإنجازات تحصل، احنا ما ننسى ان قاعد نتعامل مع حصان كون رياضي، هني عامل الإصابات للفارس أو للحصان ترجعنا خطوات ورا، ونرجع مرة ثانية هم نحارب على أساس نرجع نبني الإنجازات ونرجع لها في أسرع وقت ممكن. فهذا الطابع اللي مختلف اللي نعيشه كصعوبة، لأن اليوم مهما كان مستوى الفارس من غير حصان يناسب المستوى اللي بيشارك فيه، هذه صعوبة كبيرة أنه يستمر في التميز اللي هو فيه. خاصة احنا اليوم بعد احنا رياضتنا اللي تفرق فيها ان احنا ما عندنا رياضتنا هي تعتمد على الحصان وعلى الفارس، وما عندنا شيء اسمه رياضتنا يختلف، ما فيها عمر، ما فيها عمر محدد، ما فيها طابع اللي هو الذكر والانثى او البنت والولد، لان اليوم البنت تنافس الولد في هذه الرياضة، بطل اولمبيات الاخيرة كعمره 58 سنة، فهي طابع القدرة النفسية وجاهزية الحصان. رياضتنا يعني جمالها في تحديها، فالنصيحة اللي نوجهها ان هي ما راح اقول هي رياضه، هي روح، يعني الروح اللي فيها غير، طابع غير عن باقي الرياضات، فما يعني لها طابع معامله خاص، يبي لها صبر، يبي لها مسؤوليه، طابع المسؤوليه يلعب دور كبير، المسؤوليه اللي هي انا شلون نفس ما ذكرنا عن تكوين العلاقه بين الحصان والفارس، هذه المسؤوليه اللي لازم تنبني، مسؤوليه الالتزام والانضباط في الرياضه، لان التزام وانضباط في بناء اللياقه البدنيه، في بناء الحصان، في تعليمه، في الاجتهاد، في في في, في التمارين اللي لازم نركز عليها، هذه كلها عوامل تساعد المبتدئين او الممارسين لهذه الرياضه للنجاح حق الوصول اللي هم يبونهم. البعد عن الاعذار، لان احنا اليوم كل خطا نقول والله الحصان فعلته وتركته، الفارس المتميز هو اللي يحاول يتفادى او يتجنب الاخطاء، يعرف يصلح اخطائه، ويعرف شلون يرتب حصانه حق انه ما يطيح في الخطا اللي هو يعني او الوارد يطيح فيه.